أعزائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. اليوم غنطرقوا لواحد الموضوع ديال بعض الأشخاص اللي تيتكلموا بسوء مع الآخرين. فطبعا التواصل بشكل سيء مع الآخرين تيكون ضريبة ديالو للشخص نفسه، لأن طبعا الإنسان لو كان طريقته في التعامل مع الناس بسوء فهو أكيد ما غاديش يلقى دائما واحد يعني تعامل جيد من الجهة الثانية وما غيلقاش مساعدة. فغادي نركز انا على فائدة الكلمة الطيبة وكيف ان الكلمة الطيبة صدقة. التعامل بشكل جيد مع الآخرين هو أسلوب يعني تجعل أن الشخص يكون رابح في حياته، في المجتمع، في العمل إلى آخره، لأنه تسهله بزاف الأمور. والدليل على ذلك اليوم هو هذه التكوينات الكثيرة فيما يخص التواصل. فإذا دائما نحاول نخدم على نفسي، كيف هي الطرق الأمثل للتواصل مع الآخرين باش تكون مفيدة؟ أكيد خاصني دائما يكون عندي صبر مع الآخرين، نعذرهم، يكون عندي قابلية على أنني نوضع نفسي في مكانهم باش يمكن لي نعرف شنا هي الطريقة المثلى اللي غنتكلم مع هذا الشخص أو مع هذا الشخص. فطبعا لكل مقام مقال. هذا الذكاء الاجتماعي تيجعل الإنسان أنه يستمر في نجاح وتيجعله أنه يبلغ مستويات كثيرة. ما تنساوش أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. فإذا لما كانش عندك شي حاجة تقولها مفيدة ومزيانة، من الأحسن السكوت. ما تنساوش، سلوكك يحدد قدرك.